تعزيز آليات المراقبة على الطرق بما يساهم في تقليص عدد الحوادث وبالتالي الحد من حرب الطرقات ببلادنا، هدف وضعه الدرك الملكي نصب عينيه من خلال الشروع في استعمال جيل جديد من الرادارات مثبتة على سيارات عادية متعددة النوع والصنف. حسنة بن جابي. رادار مثبت على سيارات عادية ومتعددة النوع والصنف. هذا الجهاز الجديد يمكن من رصد أو تصوير كل العربات التي تجاوزت السرعة المسموح بها على جميع الطرق الوطنية أو الطرق السيار. بالنسبة للسيارات التي يرصدها الرادار يتم توقيفها بنقاط المراقبة المتمركزة على مستوى الطرق، وذلك لتحرير محضر في المخالفات المضبوطة وفقا لمقتضيات مدونة السير. أما بالنسبة للمخالفين الذين غادروا المقطع الطرق قبل الوصول إلى نقطة المراقبة فيتم استدعاؤهم من قبل المراكز المعنية قصد تحرير محضر نظامي في شأن المخالفة المضبوطة. وقد أدى تكثيف المراقبة بالرادارات بالمقاطع الطرق التابعة لدائرة سرية بوزنيقة إلى خفض نسبة حوادث السير بحوالي 14% مقارنة مع السنة الفارطة. رادار متنقل يمكن من رصد السرعة المسموح بها سواء كانت السيارة المستعملة متحركة أو متوقفة في نفس اتجاه السير أو في الاتجاه المعاكس. درك ملكي مراقبة ورقة السيارة، تم ضبط المخالفة ديال السرعة في الحق ديالك تتمشى 140 بدل 120. كنت تفضل معنا أستاذ. بالنسبه لي انا هذا لو رادار هذا لي موبيل وما كيبانش نورمالمون في صالح زعما لي كونديكتور والصالح العام. علاش؟ حيت صراحه انا تقريبا دابا كنمشي يوميا في الطريق، بعض الخطرات كيبانوا لي شي متهورين دايزين بشي سرعه خياليه. انا براسي كنبدا نتسائل، كتلقاهم حافظين هذوك لي رادار فيكس لي نورمالمون في الطريق حافظينهم. انا كيبان لي هذا الرادار متنقل، هو هذا ما يمكنش لك تحفظ ليه المكان ديالو بالضبط، الاخر لا، الاخر الفاكس هذاك اغلبيه الناس كيحترموا كيعرفوا فين كاين كيوصلوا كيحترموا سميتو السرعه ديالو. هذا لا، هذا متنقل ما يمكنش لك، اذا ديما في الطريق غتكون محتفظ على السرعه ديالك. انا مع الفكره لانه يعني انسان مثلا غادي يسايق بسرعه كبيره وملي كيوصل واحد الوقت كيعرف انه كاين رادار، يعني هو اوتوماتيكمون كينقص السرعه. اما الا ما كان الرادار ما باينش خاصو يعني نعرفوا السلوك ديالو هو، يعني بلا ما يعرف انه كاين واحد الرادار. الرادار موبيل مهم جدا، لاننا حنا دابا تعودنا الرادار ديال الفيكس كان بلي كنقربوا ليه كنقصوا من السرعه. اما دابا رادار موبيل ما كتعرفش كيسان تيوقفك بانك راك تجاوزتي السرعه المسموح بها. هذه الرادارات الجديدة ستساعد على تعزيز سلامة مستعملي ومستخدمي الطرق، وستساهم في الحد من المعاناة التي تخلفها حوادث السير.